أي جارتي حكومته هرمر أي جارتي مدحوين حسن شيخ يدولدي سو محاور كا فرصة آد وين أسوه يتي قوله كو يتمنات ومدى الصوماليات وحان لايه هاي مانتي مالين وحقبض وناكسن ما مدحوينهان يو مامل كام أن دولة وهو جامين أيو حسن شيخ با وح وناكسون أي قبتن يحلم أنا ذا فدرال كبواي عن سلاية هاي هر مركي وو بلا را أنت حكومة السعودية ساي مركي لقى صوب الله وعرتو تي وو وناكسون إن تاي أيام في الآية إن شاء الله وحن رجينينا لبيت وانك عطوا هرتنا سيدا ما أنت تن أمر يسني أمر دون إن شاء الله. ماذا الحلو أنا على ليه كورم مجرى سياسيتي مدحوينية شهرة هذا وديدين أريتان هذا كان يقدم بي محل هذا. محل ليه هذا كي يقدم بي كورم كو سوبي حسام يا كورم كو حد نفل كمان دي منا وقت كورم كو بحسام الآن وحباك كهري ومن سوبي حسام يا كورم كو وانا لا نسحنا ما تكنو قلبي. أوكي سياسيين بدن كو هاد الجوجا iyo xilibaano saaxiib la laba group ay noqdeen ay leeyihiin arintan qaldada ku jiro adiga fikirkaaga wax qalad la dhigi kar ma ku jiro mise always hands leh leeyahay waxa leeyahay xalaal barqa la qoota haliir maan loo sida arkayseen idaacaduhuna joogeen faafayn project aan tala shiday ayaa faafayn cad laga baxshay su'aalihii xilibaano qabeen waxay soo jeedsheen shacabka loo bandhigay shacabku waxay qabeen المودين كي الله ديك وح والبا ولا جت ففترة ساعة ولا أركي إن أنا كلام حيلتها هاي أفرت على عتب إن شاء الله سيد كوما ريسا وأنا نظيف وح كقلدنا إنه مشيران وأنا كوكا عصنها مدة الصمالة كوكا عصنتها وحيلتها هور مر للجاري ومن حوينها كلي أو بلنتي أو قال أو فيناي وحواء حس الشيخ محمد وانا أو في بلنتي. أوكي سؤال شو قدام ريسا شعب صومالي وين سوبا يام دستور في الناس ودنا كن هذا الحكومة جرا هالقل أيضا ما إيش الدستور كي أرنتي هذا ألمان أدو سعته مدحويني قدومي برلمان كا حكومة دي كله ديارو ينصمع هنا أرنتا ما أصيان ديارو يهين مركل عن سحيو تلاوة دكتور سوحي تاي وحواي إن فرونت لاين لغلا بتمركله نجيد في عنا لقى صوم موجي سيد هذا برلمان كان نجيد لغة موجي أوكي شلو هذا لك سوير مدحويني شو شخص شريف محمد عبد الله فرماجو عليهن هي قلدنا كجرو دستور كبدل كا قلت كأفراد marka farinta ugu dambeysa waxa leeyahay madaxweynayaal dawladda dawladdi aad madaxweynaha waa jirteen waaye shacabku shacabka hoggaamin jirteen waaye ogolaada in la idin hoggaamiyo markiina waxaa kale ogolaataa inaad soo raacdaan waxa shacabka soomaaliyeedna raalli ka yihiin baarlamaanka soomaaliyeedna raalli ka yahay oo aad ka mid ka tihiin inaad soo raacdaan ayaan kula tali lahaa su-aasha ugu dambeysa xildhibaano badan ayaa jira